مش حلوة بالمرة. الآن مخمخت. مرحبا، كيفكم؟ رجعت لكم فيديو جديد، بس فيديو اليوم من المطبخ مثل ما انتم شايفين. فيديو اليوم رح اجرب فيه اغرب وصفات وخلطات التيك توك والانستغرام، يعني الخلطات اللي كلها كذا على بعض طالعه ترند في النت بكله، جمعتها. ومثل ما بتعرفوا انه بين فتره وفتره بجي لكم اكلات وصفات، انه في خلطات يعني خالطين حاجتين مع بعض بس هو ما تنخلط، بس هم خالطينها كيف ما ندري، والناس اذواق. فاليوم رح اجرب اكثر من ذوق، وهذول طبعا طالعين عليهم يعني الترند، كل من جربهم بيقولوا واو بتجنن. ويلا نبدا مع اول وصفه اليوم، لكن قبل ما نبدا لا تنسوا اذا كنت هذه المره اول مره بتتابعوني فيها لا تنسوا تعملوا هذا الفيديو اشتراك، وكمان تعملوا لايك للفيديو. وصف الله، يلا نبدا الفيديو. الخلطه الغريبه كذا ما دخلت دماغي، علشان كذا حبيت اني انا اسويها معاكم، واللي هي زبادي تمام مع لبن، مرة بطاطس عمان فاستبدلته ببطاطس عمان، يعني هو نفس بعض بزيادة بس النون، يعني ما تفرق اكيد نفس الطعم. وبعدين كل واحد يعني على حسب اللي موجود في بلده، انا في بلدي اكثر حاجة موجودة عندنا عمان، فاستخدمت عمان، وهو تقريبا اي بطاطس يعني يمشي عادي. راح احطه كمان بس. راح نجيب الطبقة، هذه أول طبقة زبادي، ثاني طبقة بتمنى من قلبي انها تصير حلوة، برغم اني مش متفائلة قوي. تمام، نجي للطبقة الثالثة، بس قبل لازم اغسل يدي. الطبقة الثالثة واللي هي لبن، الله يستر. كل هالاشياء اللي فيه حلوة بس مش مع بعض، حلو اوكي بس مش يعني مش لذيذة مع بعض، مش عارفة كيف راح تكون اصلا، ما راح احكم عليها واقول مش لذيذة، بس مش عارفة صراحة كيف راح تكون. بعدين بنقلبه، حلوة بالمرة، يعني كذا فتة كأنها فتة صراحة، فتة وحتى يا ريت فتة بطاطا حلوة مش حلوة. هذه الخلطة أول ما أفتح انستا بلاقيها، أول ما أفتح تيك توك بلاقيها، أول ما أفتح أي حق بلاقيها، أي تطبيق تواصل اجتماعي لازم ألاقيها، فقررت إني أجربها معكم في هذا الفيديو، واللي هي بالنسكافيه للناس اللي بتحب الايس كوفي مثلي، انا مدمنة على حاجة اسمها ايس كوفي، وبحاول قدر الامكان اني امسك نفسي علشان ما ادمن عليه زيادة فوق ما انا مدمن عليه. المهم اخذت هذا البيبسي علشان بس العلبة، لان علبة عجبتني كذا صغنونة حبوبة. اغسلها نرجع. خلص غسلتها، والان راح اسوي لها النسكافيه والسكر. تعالوا يلا نسويكم. بعدين نسوي كذا، ندخلها هنا. هذا هو، انا طريقتي فيه يعني على بال ما يتصلح. طريقتي في بالايس كوفي اللي هي احط كل المكونات مع بعض، يعني الخلطه اللي هنا احطها مع الحليب والثلج مع بعض في الخلاط واضربه مع بعض كله، يطلع مره لذيذ، يطلع كانه مكرمل. رجعتني بدي خلاص، اعتقد تمام كويس. ضيف الثلج اولا،
الله شوفوا مكرمل. واو حبيت. واو صح الطريقة توجع الإيد بس واو. نجيب الحليب ثلج. صار زي اللي بخلطه بس انه صح ما نكرش يعني انه ايدي وجعتني علشان انا جلست اخلط صح مش فترة طويلة بس برضه يعني بتوجع الايدين كثير. راح نشوف بالطاوله. يلا الان مخمخت 10 من 10. الآن الواحد يمخمخ للفيديو والله يضبط المزاج وبيعدله. كم الفيديو؟ قصر وقت. آيس كوفي على كيفكم بيجنن. جربوها. شوفوا لو نيجي نقارن بين البيبسي عندي يعني بين البيبسي وبين الايس كوفي طبعا راح اختار الايس كوفي. ما عليكم من البيبسي صمت بالصحة. بما اني مخمخت الان وشربت ايس كوفي فالان راح اعمل لكم فيديو بيطير العقل. يلا نجرب الاكلات اللي بعدها. الان راح اسوي ساندوتش الهبة. ساندوتش الهبة اي مكان افتحه في السوشيال ميديا لازم الاقي فيديو يتكلم عن سندوتش الهبة يعملوا فيه السندوتش. لذلك قررت اني اسوي هذا السندوتش وان شاء الله طعمه حلو نفس شكله نفس الفكرة اللي هم كده والتوليفة اللي هم عاملينها علشان يصير كده انه حاجة جديدة برغم انه هو يعني لبنة مع خيار بس بيقولوا طعمه واو يجنن. فخلوني يلا اجرب معكم. خيار كثير ما راح ازود. زعتر. الان حط الخبز المحمصة. اسمع القرمشة. بسم الله. الأداة فيه هو إنه الطبقة اللي بتتقرمش عاملة جو اللي هو ساندوتش عادي يعني طعمة أي ساندوتش في لبنة بس التوليفة الحلوة اللي فيه اللي هي الزعتر داخل على طعم اللبنة على الكريسبي هو اللي عامل فيه جو. أكثر حاجة عاملة فيه اللي هي الطبقة اللي بتقرمش بس واللي هو ساندوتش عادي جدا جدا بالصراحة. الآن راح أسوي خلطة الأندومي. الأندومي هذه خلطة جدا جديدة ولا مرة سويتها وأنا أصلا ما أحب أسوي مع الأندومي أي خلطات أحب أسوي الأندومي لحاله. فخلوكم يلا الآن ونروح نجرب خلطة الأندومي. أندومي وجبنة معجون طماطم وشطة. يلا نبدأ. بالعادة أنا ما أحب أفتفت الأندومي يعني بحبه كامل يطلع كذا حتى حلو بس لأول مرة راح أفتفت الأندومي. نحط جبنة دار ملعقة راح أخليها تقليدية يعني كده يكفي حبة شطة. الآن حطيت الماء مثل ما أنتم شايفين ولما يكمل يغلي راح أحط البهارات تبعه. أوكي يلا جرب خلطة الأندومي اللي عجيبة. أول مرة بسوي أندومي بالجبنة
يعني هنشوف الطعم. بسم الله. حلو كذا جبنة. أنا في جبنة إيش استعباط ألا. المهم جبنة على ليمون. رغم إنه في وش ليمون بس طعمة ليمون داخله. تقريبا طعمة الليمون جاية من الصلصة. لأن الصلصة دائما تيجي حامضة. بس مبدئيا طعمه حلو. ما ناختي ورا الكاميرا حابة إنها تدوق. تفضلي. كده. طعمة. مو حابة صوتها يضحك. بس أنا كده أنا أدري هذا. ها إيش رأيك؟ حاسين بصوت حد ورا الكاميرا؟ أكيد طبعاً لا. رغم إني جالسة وراها. كيف طعمها؟ بالله طيب وصفي لي الطعم. وصفي الطعم. وصفي وصفي أنا أسمع. إيش يلا قولي. لندم الطبيعة أحلى. صراحة لندم الطبيعي حلو بس يعني شوفوا لندم الطبيعي حلو زي ما قالت صح. ولكن كخلطة مع بعض كده ميكس حبوب لا حبوب لا ولا حبوب الفكرة حبوب الخلطة فكرة جديدة يعني أي طعم جديد ايه صح هو ابن عم الأندومي بس انه طعم جديد لانه في جبنة في جبنة وفي صلصة يعني المحبين اصلا لو انا اقول لها ايش سويت داخله ما راح تاكله فيعني هي مش حاجة كده كبيرة بس هي ما تاكل اي شيء ننتقل للي بعده انا بخبصه من الفنوثه لا في الاكل ما في فنوثه كل شيء كل شيء اللي مصرف عليك كل شيء لا الله لا خلاص شادي والله ما احب الاشياء اللي تتفتت بهذا الشكل ما ادري بحسها مو لذيذه يعني ما استلذها ليش مش راضي تتفتت هرشته لما صار كده يعني طبعا هما في الفيديو هارسينه اكثر من كده بس يعني هرستي على يدي انا ما احب المهاريس مهاريس اوكي لحقت حلقه اوكي قطعت الجزء وبعدين خلاص يكفي اعتقد كده يكفي هرس راح اكله ياه فتحت فتحة كبيرة نفسك يا بسم الله يلا بسم الله يا ربي أحب يعني الطفولة شفين والله عمري ما أكلته حتى بطاطا حامية ما أكلها والله العظيم يعني أحلف لأختي ما أنت بتعرفيني عمري ما أكلتها لأنك مريت مش مستحيل إلى يوم شفتوني جربت من عربيات البطاطا الحامية يعني اعتبره تاريخي مش كبرة لا لا بس انا كذا نفسي ما بتنفتح يعني اشوف بس كذا خلاص ما ادري ليش يعني كل واحد بنفسيته يعني كل واحد بنفسه ورغبته في الاكل مهم تحب مطعم البيعيبي لا والله مش انا احب البيعيبي ولا شيء باكل من التراك وباكل من كذا عادي بس بطاطا حامية لا ما يعجبني حتى ريحتها احيانا يعمل جنبها بطاطا مفور النفس عندي بتلعب مفورة اساسا هي مفورة وجنبها بطاطا شو اسمه بيض مفور ايش يصير؟ اوه نو يعني خلص الريحة واصلة هنا فيعني ما احب ما احب المهم خلونا ناكل هذا يلا حلو والله ما حلو خلاص اللي بعده اوكي راح نجرب خلطة الشباتي خلطة الشباتي عادية ما فيني اقول لكم انها واو حاجة كده جديدة ولا غريبة بس انا اول مرة اجرب هذا الشيء ف
جربها معاكم واقول لكم رايي. فيلا نسويها مع بعض. شباتي تمام، راح اعمل له جبنه ساندويتش اللي هو الشباتي مع الجبنه وبطاطس نعمان. طيب هذه يسموها في الهند دول الخليج شباتي، اما عندنا فنسميها خبز تاو، وكمان في المغرب بيسموه المسمن. اول مره صراحه بسوي داخلها بطاطس، دائما بسوي داخلها جبن وعسل، بس اول مره بسوي داخلها جبنه مع ليز، او مع مش مع ليز، لا مقاطعين الليز نحن، خلاص حتى على لساني ما راح اقول ليز. المهم خلينا ندوي اقول لكم كيف طعمه. عادي ما عادي. جالسة تقولي يا حفلة جالسة تعملي خلطات وهو لحاله أحلى بكثير من اللي جالسة أنت بتسوينه. أنت كلي خذي راحتك. بالعادة أنا ما أحب يعني أوكي أحبها الخبز ترى أحبه، بس مش كثير لأنه على طول بيعور لي بطني. في معايا مشكلة أنا وياه، أول ما أكله لازم بطني تعورني. فطعمه حلو عادي يعني، بس بصراحة كذا بيناتنا طعمه طعم الجبنة مع البطاطس مع الروتي بيجنن أحلى من طعمه مع خبز التاو. اللي بعده سهل الطريقة تبع تقطيع البطاطس، فراح أجربها لأني أنا من الناس اللي بتعشق الشيبس، وهذا الشيء يعني راح يخليني كده أسوي الشيبس بس بطريقة وبشكل جديد. تعال يلا نجرب. يلا خلينا نقطعها إن شاء الله يا ربي تزبط. هذه واحدة. أوكي هذي عكس. أوكي. شوفوا كيف صارت، يعني كأنه عكس ما فيش كروهات. خلينا نزيد كمان لعل وعسى. يلا شوف. يلا يعني الوقت اللي تصير فيه شوفوا كيف صار شكلها، يعني نص حبة وكمان رقيقة جدا، يعني دوب تصير قرمشة بس. الآن هذه من هنا كده ومن هنا كده، عاد نشوف الآن لو أنا بقسمها إن شاء الله ما كمان ما فيش فايدة. شوفوا كيف، فرح أقليهم وأرويكم إياهم كيف بعد القلي. قليت الشبس وشوفوا كيف صار شكله كذا، طلع النتيجة النهائية له. هذا طبعا السميك اللي مش راضي أبدا إنه يتصلح، وهذا اللي هو نفس الحاك. شوفوا كيف شكله حلو، بس ياريت لو كان ضبط معايا، لو كان كذا كامل قطعة كاملة كذا كروهات حتى يصير شكله واو، بس شكله حلو. طبعا هان صار مقرمش أكثر من هذا، لأن هذا غليظ أصلا تخين يعني. في الأول والأخير كله شبس وكله راح يتاكل. أي بعده أحلى وصفة لليوم واللي هي تبع الجبنة بالموزريلا، وجبنة الموزريلا المقلية. واو شكلها يجنن، بس هل أكلها زي شكلها؟ ما أدري، خلونا نجربها وإن شاء الله يا رب تزبط، ما تسويليش حفلة في النار. أوكي جبنة موزاريلا راح أقطعها بهذا الشكل. الآن راح أدخل العود داخل الجبنة، مش راضي يدخل على فكرة، خايف يخرج من جهة ثانية. أوكي يلا يلا معلش يلا، بس كأنه القطعة كبيرة. أدخل هذه الثانية كمان عشان إذا ما ضبطت واحدة تضبط الثانية. شوفوا هذه حسيت حجمها حلو، شوفوا بالبقسماط دقيق. ترى بيضة لحالها لا راح تطلع ريحة زناخة في الجبنة، فراح أسوي لها فلفل، راح أحط له فلفل
اول حاجه راح احطه في الدقيق، تمام، بعدين في البيض. ضلفتها كامل بالبيض، وبعدين اخر شيء في البقسماط. هذه هي بعد التغليف، لازم احطها داخل الفريزر علشان تجمد اكثر وما تنفش علي في النار، يعني لما اقليها في النار ما تفتح معايا، فعشان كذا لازم اخليها مقدار نص ساعه تقريبا او 15 دقيقه في الثلاجه، وبعدين راح اقليها. شوفوا كيف صار، عمل طبعا حفله في النار وتفكفك كله. شوفوا رومني جمتها، يعني هذا اذا ما جمتها كيف راح يصير؟ كان استني يلا تحمسها تحمسها، بعدين ما راح اعوج كذا خليك. يلا نبدا بفقرة الحماس واللي هي المنطة العجيبة. بسم الله. كمية الزيت خرافية، شوفوا من جوا طعمها بيشبه ايش؟ والله طعمها في شي مألوف، بس ايش هو مش عارفة، فراح اخلي اختي تاكل وتقولكم ايش هو طعمها اصلا. السول السول ها ايش طعمته؟ مش طعمتي زي ايش؟ زي ايش النكهة؟ والله ضاعت عن دماغي كأنها سمبوسة رمضان بالله. في شبه، صح في شبه، لان المقادير في شبه زي سمبوسة رمضان، بس مش زي سمبوسة رمضان كذا. شفتوا النيجتس؟ نفس النيجتس، نيجتس الدجاج يشبه له كذا، مقارب له، بس على فكرة مش واو ماسخ. بس اللي عاجبني يعني فيه اللي هو المطة هذه، حبيته بس مش كثير، تحسوا كأنكم متمضوا ربل بسبب الموزاريلا. إذا بردت تطلع طعمها، إذا بردت أكيد راح تصير ربل وطعمها مش حلو. باين يعني انه اذا بردت خلاص يعني ما راح يصير حلو. وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه، وانا كمان استمتعت فيه. وات؟ شربتها اختي. ما انتبهت. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، راح اسوي واحد ثاني عشان اكحيف ومخمخ ومنتج الفيديو، وان شاء الله انزله بسرعه وما اتاخر كعادتي. فمنتج؟ لا، اصور واخلي الفيديوهات اركنها، ومتى انتج؟ لما خلاص تروح موضتها اجي امنتج. بس والله وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناة، وبس هذا كان فيديونا لليوم، اشوفكم فيديو جديد، باي باي.